البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد هو عندما يصبح القول فعلاً. حين ننظر إلى رؤية قطر 2030 وسعيها لتحقيق الاستدامة الشاملة من خلال محاورها الأربعة: الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والأخيرة تتطلب الالتزام بحماية البيئة وتنميتها، وننظر إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 وإلى اتفاق باريس للمناخ، فإن جميع الخطوات والإنجازات التي حققناها تتوافق معهم في بناء دولة مستدامة وإدارتها الصحيحة للموارد الحيوية أهمها الكهرباء والمياه. فخلال العام 2020 وبالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، نجحنا بتخفيض استهلاك الكهرباء إلى 289 جيجا وات ساعة، الذي خفض من استهلاك الغاز الطبيعي بحوالي 2751 مليون قدم مكعب، وقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 156 مليون كيلوغرام، مما وفر للدولة أكثر من 67 مليون ريال قطري. كما نجحنا بتخفيض استهلاك المياه 32 مليون متر مكعب، الذي خفض من استهلاك الغاز الطبيعي بحوالي 456.6 مليون قدم مكعب، وقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 262.5 مليون كيلوغرام، مما وفر للدولة حوالي 230.8 مليون ريال قطري. إنجازات تتوافق مع 5 من الأهداف الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة وفقاً للأمم المتحدة، هي الهدف 6 المياه النظيفة والنظافة الصحية، الهدف 7 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، الهدف 11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الهدف 12 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الهدف 13 العمل المناخي. وترتكز مبادرة ترشيد لتحقيق الاستدامة الشاملة وكفاءة الطاقة على 3 أعمدة رئيسية، هي التكنولوجيا، القوانين والأنظمة، التوعية والمشاركة المجتمعية. في إطار التكنولوجيا تمكن ترشيد من إنشاء أول محطة كهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية بطاقة 72 كيلو واط، إنشاء نظام تخزين طاقة بسعة بطارية 170 كيلو واط الساعة ووحدة شحن عالية السرعة للمركبات الكهربائية بقدرة 100 كيلو واط، إطلاق مناقصة كبرى لشبكة البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي تبدأ ب100 محطة خلال 2021، تقديم الخدمات الفنية لتركيب وتشغيل 10 محطات شحن بمدينة لوسيل ومواقف الحافلات الكهربائية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، تركيب 50,000 رأس صنبور موفر في 40 جهة حكومية و20 مسجد، إحلال الأدوات الغير المرشدة للإنارة والمياه بأخرى مرشدة في 20 مدرسة حكومية، منها 3 مدارس تابعة لمؤسسة قطر من خلال برنامج ترشيد 22، وتشمل تركيب مصابيح والصنابير موفرة، عدادات ذكية، تقنيات طاقة متجددة، الانتهاء من مشروع تجريبي لمعالجة مياه الوضوء وإعادة استخدامها في عمليات التنظيف والري. وفي إطار القوانين والأنظمة تمكن ترشيد من رفع كفاءة عدد من الأجهزة والأدوات الكهربائية والمائية وتحديث لوائحها، إعداد أدلة المستهلك لأجهزة التكييف والإنارة المنزلية وإنجاز مواصفاتها، وضع معايير الألواح الشمسية وتشجيع القطاعين السكني والزراعي على تبني تطبيقاتها، ترسية مناقصة استراتيجية الشحن الكهربائي بدولة قطر وسيتم الإعلان عنها في مايو المقبل. وفي إطار التوعية والمشاركة المجتمعية تمكن ترشيد من تنظيم أكثر من 40 ورشة عمل للمدارس ومتاحف قطر،
خفض الانبعاثات الكربونية الضارة من خلال مبادرات الاستدامة بمختلف القطاعات، توقيع 6 اتفاقيات تعاون مع شل جي تي ال، ماروبيني اليابانية، الديار القطرية، متحف قطر للأطفال، مجلس قطر للمباني الخضراء، كتارا. نظرة مستقبلية، وخلال عام 2021 دعونا الجميع في دولة قطر لمشاركتنا في تحقيق هدفنا الوطني بتخفيض استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 5% في القطاع السكني، 100% نوفر 5%. تبدأ المبادرة الوطنية بتعبئة الاستبيان، يساعدنا على معرفة أسباب زيادة استهلاك الطاقة في المنازل، كيفية تحفيز سكانها للتخفيض، لنشاركهم بعدها خطة مخصصة لهم تساعدهم إن شاء الله 100% في تخفيض 5% من الاستهلاك. تلك المبادرة ستسهم بتوفير الكهرباء بنحو 600 جيجا وات ساعة، والمياه بنحو 11 مليون متر مكعب، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 0.4 مليون طن، بالإضافة لوفر مالي يقدر بحوالي 212 مليون ريال قطري. 100% معا نحقق 5%، لتبقى قطر تنبض بالحياة.